السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده احنا مكملين في الايكويشن اوف موشنز، وهنتكلم على ثالث نوع من انواع الموشن اللي هي الجنرال بلين موشن. السيكشن اللي فات اتكلمنا عن الترانسليشن موشن بنوعينها، واتكلمنا عن الروتيشن موشن، والنهارده ان شاء الله هناخد ثالث نوع وهو الجنرال بلين موشن. انا عندي جسم بيتحرك حركه جنرال، عايز اكتب له الايكويشن اوف موشن بتاعته. طيب المعادلات بتاعتي هما نفسهم بالظبط نفس الثلاث معادلات في حاله الروتيشن: معادله للاكس سيجما اف اكس بتساوي ام في الاي جي اكس، معادله للواي سيجما اف واي بتساوي ام في الاي جي واي، ومعادله للمومنت ان سمشن المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الالفا. طيب المعادله الاخيره دي بتاعت المومنت عايزين نتكلم عليها شويه. المعادله دي بتطبق عند ثلاث نقط. يعني ايه عند ثلاث نقط؟ يعني من حقي في المساله ان اطبقها عند الجي، وده الاصل بتاع القانون، فاحسب سمشن المومنت بتاع الجي او سمشن المومنت بتاع الفورسز كلها حوالين نقطه الجي، واساوي الكلام ده بالاي جي والالفا. طيب فين النقطه الثانيه؟ عند اي فيكسد بوينت عندي في المساله، وليكن ان انا عندي جسم بيعمل روتيشن حوالين بوينت، البوينت دي اسمها او، فاقدر اجي اقول ان سمشن المومنت بتاع الفورسز كلها حوالين نقطه او بيساوي الاي، بس مش هقول الاي جي بقى، هقول الاي او مضروبه في الالفا. يبقى دي النقطه الثانيه. طيب النقطه الثالثه، النقطه الثالثه بطبقها عند نقطه الاي سي، فاجي اقول ان سمشن المومنت بتاع الفورسز كلها حوالين نقطه الاي سي بيساوي الاي، بس بدل الاي جي هتبقى الاي عند الاي سي، ده مضروب في الالفا. يبقى من حقك في المساله تطبق معادله المومنت عند اي نقطه من الثلاث نقط دول، سواء نقطه الجي، سواء الفيكسد بوينت اللي عندك في المساله، او عند نقطه الاي سي، بس انت بتطبقها عند نقطه واحده بس. يعني ما تجيش في نفس المساله تطبقها عند الثلاث نقط، لا، انت بتختار نقطه واحده بس فيهم وتطبق فيها المعادله دي. دول ثلاث اشكال كنا اتكلمنا عنهم في السكشن اللي فات، اللي هو لو انا عندي ديسك او رود او ريكتانجولار بليت، الاي جي بتاعت كل واحده فيهم بتساوي ايه. فاتكلمنا ان في حاله الديسك هي عباره عن هاف ام ار سكوير، ده الاي جي، الجي اللي هي النقطه بتاعت منتصف الدايره او السنتر بتاعها. اتكلمنا ان انا لو عندي رود الاي جي بواحد على 12 ام ال سكوير، والجي هي نقطه المنتصف بتاعت الرود. واتكلمنا ان انا لو عندي ريكتانجولار بليت ابعاده بي و اتش، فالاي جي بتاعته هتبقى 1 على 12 ام بي سكوير زائد اتش سكوير، ودي برضه هي الاي جي. طيب لو انا عايز احسب بقى الاي عند اي نقطه ثانيه، بنستخدم حاجه خدناها قبل كده اسمها البارلل اكسس ثيوري. البارلل اكسس ثيوري دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الاي عند اي نقطه، اي عند اي نقطه بتساوي الاي جي زائد الماس في المسافه اللي ما بين النقطتين تربيع. اي اهي البارلل اكسس ثيوري بتقول لي اي عند اي بوينت بتساوي الاي عند الجي زائد الماس بتاعت الجسم اللي انا شغال بيه في المسافه اللي ما بين النقطتين تربيع. دي هنحتاجها بعد كده لو انت محتاج تطبق الاي عند نقطه تانية غير نقطه الاي جي. فبنستخدم اي قانون من التلات قوانين دول، سواء على بقى حسب الشكل اللي هو مدهوني في المساله، واستخدم بعد كده البارلل اكسس ثيوري. اتكلمنا برضو في السكشن اللي فات ان انا لو مديك حاجه اسمها الراديوس اوف جيريشن، بتقول لي على طول بتنسى كل القوانين اللي انت حافظها دي، وتقول لي ان الاي جي عباره عن ام في الكي جي سكوير، الماس في الريديوس اوف جيريشن ده تربيع. هو في حاجتين كده عايزين نفتكرهم سريعا، الحاجات دي من الكايناماتكس، ان انا لو عندي نقطه ونقطه ثانيه على نفس الجسم، المعادله اللي بتربط بينهم بالنسبه للاكسلريشن هي المعادله دي، ان الاي جي بتساوي اي اي بلس الفا كروس ار جي سلاش اي ماينس اوميجا سكوير ار جي سلاش اي. ودي استخدمناها في المسائل بتاعه الاكسلريشنز، وعرفنا بنستخدم المعادله دي ازاي. الحاجه الثانيه اللي عايزين نفتكرها وهنحتاجها برضو في المسائل، ان انا لو عندي ديسك بيعمل رولينج وزاوت سليبنج على سطح ساكن، جسم بيعمل رولينج وزاوت سليبنج على سطح ساكن، اول حاجه ان نقطه التماس اللي ما بين الديسك والسطح دي هي نقطه الاي سي او الانستنتينيوس سنتر اوف زيرو فيلوسيتي. الحاجه الثانيه ان السنتر دايما بتاع الديسك ده الاكسلريشن بتاعته بتساوي الفا في الار، الاكسلريشن بتاعه السنتر عباره عن الفا في الار. طيب ده كقيمه، كاتجاه، اتجاه العجله دايما بيبقى موازي للسطح. يعني لو انا عندي ده الديسك وبيعمل رولينج وزاوت سيبنج على سطح افقي بالمنظر ده، يبقى الاكسلريشن بتاعه الجي هي افقيه هي كمان، يمين او شمال بقى على حسب اتجاه الالفا. طب لو السطح ده كان راسي، ادي السطح بتاعه وادي الديسك بتاعي، يبقى الجي الاكسلريشن بتاعتها هتبقى موازيه للسطح برضه فوق او تحت على حسب الالفا بتاعتي، او على حسب الديسك ده بيتحرك يمين ولا شمال فوق ولا تحت. يبقى الحاجتين اللي محتاج اعرفهم ان نقطه التماس دي هي نقطه الاي سي سواء هنا او هنا،
الحاجة التانية ان السنتر بتاعي العجلة بتاعته بتساوي الفا ار وبيبقى موازي للسطح. تعال نشوف مسألة ونشوف بنحلها ازاي. اول مسألة بتقول لي the uniform 60 kilogram slender bar is initially at rest on a smooth horizontal plane when the forces are applied determine the acceleration of the bar mass center and the angular acceleration of the bar at this instant. عندي رد الكتلة بتاعته بتساوي 60 كيلو جرام وبيقول لي is initially at rest، في البداية كان ساكن ما كانش بيتحرك، وأثرت عليه بالفورسز اللي قدامي اللي هي ال 20 نيوتن دي وال 80 نيوتن دي. طيب جميل، الحاجة المهمة جدا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البليت بتاعي ده عبارة عن horizontal plate، يعني ايه؟ يعني الرد بتاعي ده محطوط على ترابيزة أفقية، بمعنى آخر ان هو بيتحرك في horizontal plane. معنى ان هو بيتحرك في horizontal plane معناه ان الوزن بتاعي مش هيخش لما اجي ارسم الفري بادي دايجرام. فلما اجي ارسم الفري بادي دايجرام هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا عندي بس ال 20 نيوتن دي وال 80 نيوتن دي. طب الوزن ده الوزن مش ظاهر عندي ليه؟ لان انا بتحرك في مستوى افقي، فالوزن عمودي على الرسمه دي. يعني انا دلوقتي كان عندي ترابيزه افقيه اللي هو رسمها دي وحاطط عليها الرد بتاعي ده اهو وانا بحركه، فهو بيتحرك في مستوى افقي، فالوزن بالنسبه لي داخل جوه الصفحه مش باين معايا في رسمه الفري بادي دايجرام. يبقى الفري بادي دايجرام بس هيبقى فيه الاكسترنال فورسز اللي هي ال 20 نيوتن وال 80 نيوتن. يبقى اي مساله هاجي اقول لك فيها ان الحركه بتاعتي موجوده في مستوى افقي او في هوريزونتال بلين ما تحطش الوزن بتاعك في الفري بادي دايجرام. طيب الكاينيتك دايجرام، قلنا في الكاينيتك دايجرام بنحدد عليه حاجتين، الاكسلريشن بتاعت السي جي والالفا، الاكسلريشن بتضربها في الماس والالفا بتضربها في الاي. فانا هنا انا بتحرك جنرال، فالجنرال هيبقى عندي اكسلريشن في الاكس واكسلريشن في الواي، فعشان كده حطيت هنا ام اي جي اكس في الدايركشن ده، ام اي جي واي في الدايركشن ده، واي جي في الفا فرضتها انتي كلوك وايز او عكس عقارب الساعه. كل دي افتراضات انت بتحطها، يعني عايز تحط الام اي جي اكس يمين، عايز تحطها شمال، عايز تحط الام اي جي واي لفوق، عايز تحطها لتحت، عايز تحط الاي جي في الفا كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز، كل ده فرض، والاشاره اللي بتطلع لك في الاخر بتقول لك الفرض بتاعك ده صح ولا غلط. طيب بعد ما رسمنا بقى المعادلات بتاعتي دي نبتدي، او بعد ما رسمنا اسف الرسمتين، رسمه الفري بادي دايجرام ورسمه الكاينيتك دايجرام، عايزين بقى نطبق المعادلات. طيب اول معادله هي معادله الاكس، سيجما اف اكس بتساوي ام في الاي جي اكس. طب تعالى نبص على الرسمه، ايه هنا الفورسز اللي في اتجاه الاكس في الفري بادي دايجرام؟ مفيش، فيبقى مكانها زيرو. بتساوي ام في الاي جي اكس اللي هي الكومبوننت دي بتاعت الاكسلريشن، هتنزل زي ما هي اهي، يبقى زيرو بيساوي الماس في الاي جي اكس، ده معناه ان الاي جي اكس بتاعتي بتساوي زيرو. يبقى اول حاجه الاكسلريشن بتاعه السي جي في اتجاه الاكس اكسس بتساوي زيرو. طب المعادله الثانيه سيجما اف واي بتساوي ام في الاي جي واي، واتفقنا انك قبل ما تطبق المعادله لازم تفرض اتجاه، تقول الاتجاه ده انا واخده هو الاتجاه الموجب، فانا واخد الاتجاه اللي فوق هو الموجب. طب لفوق انا عندي ال 80 دي لفوق وعندي ال 20 لتحت، يبقى 80 ناقص 20 فيديني هنا 60 بالموجب، بيساوي ام اي جي واي، والام اي جي واي هي كمان في الاتجاه الموجب، فتنزل باشاره موجبه زي ما هي، الماس ب 60 في الاي جي واي، فيطلع لي ان الاي جي واي بتساوي 1 متر لكل ثانيه تربيع. طب المعادله الاخيره معادله المومنت، سيجما المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الفا، برضو اتجاه، هفرض ان العكس عقارب الساعه اهو هو ده الموجب بتاعي، فيبقى اي مومنت عكس عقارب الساعه هاخده باشاره موجبه، واي مومنت مع عقارب الساعه هاخده باشاره سالبه. نفس الكلام بالنسبه للاي جي في الفا، لو انا فرضها على الرسم عكس عقارب الساعه احطها باشاره موجبه، ولو انا فرضها مع عقارب الساعه احطها باشاره سالبه. طيب تعالى ناخد المومنت عند الجي، نقطه الجي اهي في النص اهي، نص. طيب طول الرد كله بيساوي قد ايه؟ 75 من 100 و 71 من 100 و 5 من 10 اهم، لو جمعتهم هتلاقيه 3، يعني طوله كله ب3، يعني من اول الرد لحد الجي هنا المسافه بواحد ونص. طيب من ال 20 لبدايه الرد المسافه مدهاني فوق اهي ب 75 من 100، يبقى المسافه اللي ما بين ال 20 والجي المسافه دي هيبقى عباره عن الواحد ونص ناقص ال 75 من 100، تطلع لي ب 75 من 100، يبقى ال 20 هتتضرب في 75 من 100 اهي. طب اشارتها دي كده بتعمل لي مومنت بالدايركشن ده، الدايركشن ده مومنت عكس عقارب الساعه، فعشان كده اتحط باشاره موجبه. طب ال 80 نفس الكلام، ال 80 من البدايه هنا لحد الجي المسافه دي كلها بواحد ونص اللي هي نص طول الرد. طب ال 80، ال 80 هو مداني في الرسمه اهي على مسافه 5 من 10 من بدايه الرد، يبقى المسافه اللي ما بين ال 80 وما بين الجي اللي هي دي واحد ونص ناقص 5 من 10 فيبقى بواحد، يبقى ال 80 تتضرب في واحد. وهلاقي برضو ان ال 80 بتعمل لي مومنت عكس عقارب الساعه، فعشان كده برضو اتحط باشاره موجبه.
طب ده الطرف الشمال اللي هو سميشن المومنت. الطرف اليمين بتاع اي جي في الفا، اي جي في الفا اهو انا حاطه ازاي على الرسم عكس عقارب الساعه، فينزل باشاره موجبه. طيب قيمه بقى الاي جي بتساوي ايه؟ ده رد. فلو رجعنا للسلايد بتاعت قبل كده هلاقي ان الاي جي في حاله الرد عباره عن 1 على 12 ام اللي هي ب 60، ال سكوير اللي هو طول الرد كله اللي هو 3 تربيع، كل ده مضروب في الالفا. من المعادله دي هنطلع الالفا، فيطلع لي ان الالفا ب 2 و11 من 100 راد بير سكند سكوير. يبقى انا كده قدرت اطلع الاكسلريشن بتاعت السي جي في اتجاه اكس بتساوي 0، في اتجاه الواي بتساوي 1، والالفا بتساوي 2 و11 من 100 راد بير سكند سكوير، اللي هي الانجولار اكسلريشن بتاعتي. طب مسألة تانية شبهها برضو، بيقول لي the uniform 150 pound beam is initially at rest when the forces are applied to the cables. Determine the magnitude of the acceleration of the mass center and the angular acceleration of the beam at this instant. في اللحظة دي أنا كان عندي آدي البيم بتاعي محطوط على أو يعني موجود على سطح وساكن، فابتديت أثر بفورس هنا 100 باوند و 200 باوند. ال 100 باوند دي عبارة عن قوة رأسية، وال 200 عامله زاويه 60 على الافق. طيب هنبتدي نرسم الفري بادي دايجرام. هنا ما جابش سيره ان انا بتحرك في هوريزونتال بلين، فالوزن ينزل معايا زي ما هو موجود. يبقى انا الحركه العامه انا دايما معايا الوزن. طيب امتى ما بقاش موجود؟ لو قال لي ان الحركه بتاعتي موجوده في هوريزونتال بلين. طب نحط الفورسز بتاعتي. اول حاجه انا عندي ال 100 باوند اهي موجوده راسيه بالمنظر ده. طيب ال 200 هبتدي احللها. طيب عندي مركبه افقيه ب 200 كوساين 60 اللي هي تساوي 100، وعندي مركبة رأسية ب 200 ساين 60 لما نيجي نحسبها اللي هي بتساوي 173.2. ده الفري بادي دايجرام. طب الكينيتيك دايجرام ما اختلفش عن المسألة اللي فاتت. أنا حاطط كومبوننت للأكسلريشن في اتجاه الإكس، كومبوننت الأكسلريشن في اتجاه الواي، وأي جي في ألفا. يبقى أنا حطيت مركبتين للعجلة، دي الحالة الجنرال بتاعتي، وحطيت أي جي في ألفا، كل ده أنا فارض الاتجاهات بتاعتهم. طب نبتدي نطبق المعادلات. أول معادلة هي معادلة الإكس سيجما إف إكس بتساوي إم في الإي جي إكس. طيب برضو لازم افرض اتجاه، انا واخد الاتجاه ناحيه اليمين هو الموجب. طيب هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ال 100 بس مفيش غيرها، فهتنزل زي ما هي. بتساوي ام اي جي اكس، دي برضو في الاتجاه الموجب، فهتنزل باشاره موجبه. طب الماس، انا عندي الوزن هو مدوني في المساله ب 150 بس ده بالباوند، فعشان احوله هقسم على الجي. طب الجي مش هستخدم بقى 9.8، هستخدم ال 32.2، لان انا بعوض بيها بالفيت بير سكند سكوير. طيب عندي الام عباره عن 150 على 32.2، كل ده مضروب في الاي جي اكس. هنحسب هيطلع لي ان الاي جي اكس بتساوي 21.47 فيت بير سكند سكوير. طب المعادله الثانيه هي معادله الواي، سيجما اف واي بتساوي ام في الاي جي واي، وبرده انا فارض اللي فوق هو الموجب. طب فوق هو الموجب، انا عندي ال 100 دي لفوق، وعندي ال 173.2 وال 150 اللي هي الوزن دي لتحت. فيبقى ال 100 وال 173 وال 2.10 الاثنين اشارتهم موجبه، وال 150 اللي هي بتمثل الوزن دي اشارتها سالبه. طيب كل ده بيساوي ايه؟ كل ده بيساوي الماس اللي هي 150 على 32.2 مضروبه في الاي جي واي اللي هي الاكسلريشن بتاعت السي جي الراسيه او في اتجاه الواي اكس. نعوض فيطلع لي ان الاي جي واي بتساوي 26.44 فيت بير سكند سكوير. اخر معادله معادله المومنت، ان سمشن المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الفا. برضه هفرض دايركشن، انا فرض الدايركشن اهو اللي هو الانتي كلوك وايز هو البوست. فنروح نحسب المومنت عند الجي. طبعا ال 150 اهي وال 100 دول المومنت بتاعهم بيساوي زيرو لانهم بيمروا بالنقطه. فيبقى عندي ال 100 دي هضربها في المسافه اللي هي نص طول الرد، طول الرد كله مدهوني ب 12، يبقى نصه ب 6، يبقى انا عندي 100 في 6، و 100 في 6 دي هتعمل لي مومنت بالدايركشن ده، الدايركشن ده كده اللي هو هيبقى مع عقارب الساعه. عشان كده احطها هنا باشاره سالبه. طب ال 173.2 هتتضرب في نفس المسافه بس هتعمل لي مومنت عكس عقارب الساعه، عشان كده هتنزل باشاره موجبه. ده كده المومنت بيساوي الاي جي في الالف، هنا انا فرضه عكس عقارب الساعه فعشان كده اتحط باشاره موجبه في المعادله. طب قيمه الاي جي زي المساله اللي فاتت بالظبط، 1 على 12 ام اللي هي 150 على الجي 32.2 ال سكوير اللي هي تبقى 12 تربيع. برضه من المعادله دي هنقدر نجيب الالفا بتاعتي بتساوي كام. يبقى الفرق اللي ما بين المساله دي والمساله اللي فاتت، ان اولا انا هنا بتحرك في مستوى راسي فالوزن ظهر معايا في الرسمه. الحاجه الثانيه ان انا عندي فورس افقيه، الفورس الافقيه دي خلت لي ان انا عندي اكسلريشن في اتجاه الاكس مش بزيرو زي المساله اللي فاتت. طيب تعال نشوف مساله ثانيه.
نوع بقى المسائل ده مسائل مهمة جدا، ان انا يبقى عندي ديسك بيعمل رولينج على سطح، سواء نوع الرولينج هو رولينج وزاوت سليبنج زي ما خدناها في الشابتر اللي فات، او رولينج ويز سليبنج، وهنشوف هنتعامل مع القصة دي ازاي. تعالوا الاول نقرا المسألة. المسألة بيقول لي ذا 100 كيلو جرام سلندر رولز وزاوت سليبنج، يبقى هنا هو محدد لي في المسألة ان انا بعمل رولينج وزاوت سليبنج، يبقى انا هحل المسألة دي على اعتبار ان الديسك بتاعي بيعمل رولينج وزاوت سليبنج. On the horizontal plane, determine the acceleration of its mass center and its angular acceleration. عايز احسب الاكسلريشن بتاعت السي جي بتساوي كام، وعايز احسب الانجولار اكسلريشن بتاعتي بتساوي كام. طيب اول حاجه هنبتدي نرسم الفري بودي دياجرام. الفري بودي دياجرام انا عندي ايه؟ انا عندي الاكسترنال فورس اللي هي ب 200 اللي هي موجوده هنا اهي، عندي الوزن، الوزن هيساوي ام في جي، الوزن بتاعي ب 100 في الجي اللي هي 9.8، يبقى عندي 100 في 9.8 980. طيب هتقول لي هنا بس هو قايل لي هوريزونتال بلين، هقول لك لا، انت لازم تفرق ما بين حاجتين. في فرق لما اجي اقول لك ان انا عندي ديسك بيتحرك على سطح افقي، او ان انا اجي اقول لك ان الجسم بيتحرك في مستوى افقي. لازم تفرق ما بينهم هما الاثنين. انا هنا بتحرك على سطح افقي، اه، بس الجسم بيتحرك راسي، او الجسم بيتحرك في مستوى راسي. انما اول مساله حليناها خالص كانت الحركه كلها موجوده في مستوى افقي، فانا هنا الوزن موجود عندي حادي ما فيهاش مشكله. طيب عندي ايه؟ عندي نورمال رياكشن ان، لان اهو اتجاه لفوق طالع بالمنظر ده، وعندي فريكشن فورس، فانا الفريكشن فورس حاطه هنا. جميل، يبقى انا عندي الاكسترنال فورس اللي هي ب 200، عندي الوزن، عندي الان، عندي الاف. طيب هتقول لي الفريكشن فورس ليه فرضتها كده؟ هقول لك والله في حاله الرولينج وزاوت سليبنج افرضها في اي اتجاه انت عايزه، وعلى حسب الاشاره اللي هتطلع هيقول لك الفرض بتاعك ده صح ولا غلط. طيب جميل، انا عندي هنا بقى في الكاينيتك دياجرام عندي اول حاجه الاكسلريشن بتاعت السي جي. لو نفتكر قلت لك في حاله الرولينج وزاوت سليبنج دايما السنتر بتاعي اهو الجي، الاكسلريشن بتاعتها بتبقى موازيه للسطح، موازيه للسطح. طب السطح ده افقي، يبقى الاكسلريشن بتاعتي افقيه بس، يبقى انا ما عنديش اي اكسلريشن في اتجاه الواي اكس، ما عنديش اي اكسلريشن راسيه. طب لو حطيتها، لا غلط، يبقى انا عندي بس اكسلريشن في اتجاه الاكس. ليه؟ لان انا بعمل رولينج على سطح افقي، وبالتالي الاكسلريشن بتاعت السنتر لازم تبقى موازيه للسطح. طيب قيمتها بتساوي ايه؟ قيمتها بتساوي الفا في الار، الار هنا اللي هو الراديوس بتاع الديسك اللي هو 3/10. يبقى انا عندي اكسلريشن في الاتجاه ده بتساوي ام الفا ار اللي هي ام في الاي جي. طيب اي جي في الفا هتفرض، فانت فارض الاي جي في الفا في الدايركشن ده، فارض ان هو هيلف كده مع عقارب الساعه اي جي في الفا. طيب هتقول لي اشمعنى حطيت الام جي اكس يمين ما حطيتهاش شمال؟ هقول لك احنا في البدايه بنفرض اتجاه الالفا، فانا فرضت في اتجاه الالفا اهو مع عقارب الساعه. طيب لو الديسك ده بيلف كده اهو، ده معناه ان السنتر يتحرك ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ لازم يتحرك ناحيه اليمين، فعشان كده حطيتها في الدايركشن ده. يبقى انت الاول بتفرض اتجاه الالفا، وبناء على اتجاه الالفا اللي انت فرضته بتحط الاكسلريشن بتاعت السي جي يمين او شمال. طب رسمنا الرسمتين، تعالوا بقى نطبق المعادلات. اول معادله اهي، سيجما اف اكس بتساوي ام في الاي جي اكس، وهاخد الاتجاه ناحيه اليمين هو الموجب. طب تعالوا نشوف عندي ايه هي الفورس اللي في اتجاه الاكس. عندي ال 200 ناقص الاف اهي، 200 ماينس الاف بتساوي ام، الماس بتاعتي ب 100 في الالفا اللي انا ما اعرفهاش في الار اللي احنا اتفقنا عنها بتساوي 3/10، والاكسلريشن في اتجاه الاكس دي انا فرضها هنا على الرسمه ناحيه اليمين، عشان كده نزلت باشاره موجبه. طيب المعادلة الثانية معادلة الواي، معادلة الواي هطلع منها الان، هو مش طالبها في المسألة، خلاص ما اشغلش بالي بيها. هو كل اللي طالبه هو طالب الاكسلريشن والانجولر اكسلريشن بتاعت الديسك. فهطبق معادلة المومنت على طول، فاقول سميشن المومنت عند الجي بيساوي الاي جي في الالفا اهو. وهنا هفرض الكلوك وايز هو اللي بإشارة بوست براحتك، بس اللي تثبته على الفورسز تثبته على الالفا. يعني انت هنا فارض ان الكلوك وايز هو البوزيتيف، يبقى اي مومنت هيظهر لك من الفري بادي دياجرام هيبقى بوزيتيف، ولو الالفا كلوك وايز هحطها بوزيتيف والعكس نيجاتيف. طب تعال نشوف المومنت عند الجي. طبعا ال 200 980 الان كل دول اتصفروا لان كلهم بيمروا بالجي، هيتبقى لي بس الاف اهو. طيب الاف عشان احسب المومنت بتاعها حوالين الجي هتتضرب في الار اللي هي 3/10. طب المومنت ده كلوك وايز، المومنت بتاعي ده هيبقى كلوك وايز، كلوك وايز، وانا فارض ان الكلوك وايز احطه باشاره بوستر، يبقى ده هينزل باشاره بوستر زي ما هو.
بيساوي اي جي في الفا، هنا انا فرضه مع قلب الساعه فنزل باشاره موجبه. طب الاي جي في حاله الديسك بنص ام ار سكوير، نص الماس بتاعتي بتساوي 100 في الار اللي هي الراديوس بتاع الديسك 0.3، فيبقى نص في 100 في 0.3 سكوير، كل ده مضروب في الالفا بتاعتي. طبعا هحل المعادله رقم 1 مع المعادله رقم 2، هيطلع لي ان الالفا بتساوي 4 و44 من 100 راد بير سكند سكوير. قيمه الاف هنا مش هتهمني قوي لان مش طالبها في المساله. طب انا عايز بقى اطلع الاي جي لان هو طالب برضو ايه، بيقول لي ديتيرماينز اكسلريشن اوف اتس ماس سنتر، عايز الاي جي بتساوي كام، وانا عارف ان الاي جي بتساوي الفا في الار، فانا الالفا معايا طلعتها في الار اللي هي 3 من 10، فيطلع لي ب1.33 من 100 متر لكل ثانيه تربيع. في حل تاني، ايه هو؟ احنا اتفقنا ان انا طالما بعمل رولينج وزاوت سليبنج على كونستنت سيرفيس سطح ساكن، ده معناه ان نقطه التماس ما بين الديسك وما بين السطح بتاعتي هي نقطه الاي سي. يعني النقطه دي، نقطه التماس دي اهي، دي نقطه الاي سي بتاعتي. طب برضه ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ممكن اطبق معادله المومنت عند النقطه دي. احنا اتفقنا ان معادله المومنت يطبقها عند الجي او اي فيكسد بوينت عندي في المساله او نقطه الاي سي. فبدل ما اجي اقول سيجما المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الفا، كنت اقدر اقول على طول ان سيجما المومنت عند الاي سي بيساوي اي سي في الفا. طب انا كده استفدت ايه؟ ان انا طيرت الان وطيرت الاف، فمن معادله واحده على طول هقدر اطلع الالفا بتساوي كام. طب تعال ناخد المومنت عند الاي سي. طبعا الان دي خلاص راحت، الاف راحت، الوزن راح، هيتبقى لي بس ال 200 مضروبه في الار بتاعتي اللي هي 3 من 10، والمومنت ده هيبقى كلوك وايز، يعني اشاره موجبه، لان انا فارض هنا الكلوك وايز هو البوستيف بتاعي. طيب فيبقى عندي 200 في 3 من 10 ده بالموجب، ده هيساوي الاي عند الاي سي. طالما انت بتطبق المعادله عند الاي سي يبقى تاخد الاي عند النقطه دي، والاي عند الاي سي بتساوي ايه؟ هنستخدم بقى البارل اكسس ثيوري اللي اتكلمنا عنها في الاول خالص. هحسب الاي عند الجي عادي عند النقطه دي. طب ده اللي هو بيساوي ايه؟ ده اللي هو بيساوي نص ام ار سكوير، واقول زائد الماس بتاعتي اللي هي 100 في المسافه اللي ما بين النقطتين اللي هي نقطه جي ونقطه الاي سي. طب المسافه اللي ما بين الجي لحد الاي سي هو الريديوس بتاعي اللي هو 3 من 10، يبقى زائد 100 في 3 من 10 تربيع. دي معادله واحده بس في مجهول هو الالفا، فمنها على طول هقدر اطلع الالفا بتاعتي بتساوي كام. وبعد ما طلعت الالفا اروح اقول ان الالفا او الاي جي بتساوي الفا في الار، فمنها هطلع الاي جي بتاعتي بتساوي كام. يبقى انا كنت ممكن احل المساله دي من الاول في سطرين، ان انا اخد المومنت عند الاي سي واقول ان المومنت عند الاي سي ده بيساوي الاي عند الاي سي في الالفا، بس ده في حاله ان الديسك بتاعي بيعمل رولينج وزاوت سليبنج، لان انا عارف فين نقطه الاي سي اللي هي نقطه التماس بتاعتي، فطيرت الان وطيرت الفريكشن وقدرت اطلع الالفا على طول من معادله واحده. طيب السؤال اللي بعدها بيقول لي ذا 20 كيلو جرام ويل هاز ا ريديوس اوف جايريشن اباوت السنتر او، كي او بتساوي 300 مللي. هو مديني هنا الريديوس اوف جايريشن ومديهاني ليه؟ عشان احسب منها الاي. بيقول لي وين ذا ويل از سبجكتد تو اكابل مومنت ات سليبس از ات رولز. ات سليبس از ات رولز يعني نوع الحركه هنا هي رولينج وذ سليبنج، عكس المساله اللي فاتت. المساله اللي فاتت كان قايل لي ان هو بيعمل رولينج وذاوت سليبنج، هنا بيقول ان هي بيحصل لها سليبنج، يعني دي رولينج وذ سليبنج. رولينج وذ سليبنج يعني ايه؟ يعني اولا الاي جي ما بتساويش الفا في ار، ثانيا نقطه التماس مش هي نقطه الاي سي. بيقول لي determine the angular acceleration of the wheel and the acceleration of the wheel center O، عايز احسب الالفا وعايز احسب الاكسلريشن بتاعت السنتر. وبيقول لي the coefficient of kinetic friction between the wheel and the plane is mu k بتساوي 0.5. الميو كي بتاعتي بتساوي 0.5، وده تالت فرق اللي ما بين الرولينج ويز سليبنج والرولينج وزاوت سليبنج، ان في حاله الرولينج ويز سليبنج الفريكشن دايما بيساوي ميو كي في الان. الفريكشن بيساوي ميو كي في الان. يبقى الثلاث اختلافات اللي ما بين الرولينج وذ سليبنج والرولينج وذاوت سليبنج، ان اول حاجه في الرولينج وذاوت سليبنج نقطه التماس مع السطح الساكن هي نقطه الاي سي بتاعتي. الحاجه الثانيه ان الاكسلريشن بتاعت السي جي بتساوي الفا في الار. الحاله الثالثه ان في حاله الرولينج وذ سليبنج الفريكشن بتاعتي بتساوي ميو كي في الان. تعالوا نرسم الفري بودي دايجرام بقى. عندي اول حاجه الوزن، الوزن هيبقى الام في الجي اللي هو 20 في 9.8 من 10. عندي الكابل مومنت ده اللي هو 100 نيوتن متر مع قارب الساعه. عندي الان
وعندي الفريكشن. طب اتجاه الفريكشن ازاي؟ في المساله اللي فاتت حاله الرولينج وزاوت ستيبنج قلت لك افرضها اي حاجه وشوف الاشاره. طب هنا لا، هنا لازم افرض الدايركشن بتاعي الصح. طب الدايركشن ده هعرفه ازاي؟ تعالوا نشوف الديسك ده بيتحرك ازاي. الديسك ده بيتحرك كده، بيلف مع عقارب الساعه، وبالتالي نقطه التماس دي بتتحرك ازاي بالنسبه للسطح؟ بتتحرك ناحيه الشمال. تخيل كده ان الديسك ده بيلف مع عقارب الساعه، فلاقي ان النقطه دي بتتحرك كده. طيب عكس اتجاه الحركه بتاعت النقطه دي هيبقى ناحيه اليمين، فعشان كده حطيت الفريكشن ناحيه اليمين. يبقى انا بشوف نقطه التماس بتاعتي بتتحرك ازاي واحط الفريكشن عكسها. طيب قيمه الفريكشن، طالما بعمل رولينج ويز سليبنج يبقى الفريكشن بيساوي ميو كي في الان. الميو كي هو مدهاني بوينت 5 في الان اللي انا ما اعرفهاش، فسبتها ان زي ما هي. يبقى ده كده فري بودي دايجرام، عندي الوزن، عندي النورمال رياكشن، عندي الفريكشن وعرفت بنحدد اتجاهه ازاي، عندي الكابل مومنت اللي هو مدهوني اللي هو بيساوي 100 نيوتن متر. طب الكاينتيك دايجرام، اول حاجه هنفرض اتجاه الاي جي في الالفا، فانا فرضه هنا اهو مع اتجاه الدوران بتاعي اللي هو هيبقى مع عقارب الساعه. طب الاكسلريشن بتاعت السي جي، الاكسلريشن بتاعت السي جي موازيه للسطح. هتقول لي ازاي موازيه للسطح ده رولينج ويز سليبنج؟ هقول لك لا، في فرق ما بين اتجاه الاكسلريشن بتاعت السي جي وقيمتها. اتجاهها سواء بعمل رولينج ويز سليبنج او رولينج ويز اوت سليبنج لازم يبقى موازي للسطح، اللي بيختلف قيمتها. في حاله الرولينج ويز اوت سليبنج قيمه الاكسلريشن الفا ار، في حاله الرولينج ويز سليبنج ما بتساويش الفا ار، فعشان كده حطيتها ام اي بس. خلاص تعالوا نطبق المعادلات بقى. اول معادله سيجما اف اكس بتساوي ام في الاي جي اكس. طب الاتجاه بتاعي ادي الاتجاه الموجب اهو، ده انا فرضه برضه وانا بحل المعادله انا اللي بفرضه. طب ايه الفورس اللي عندي في اتجاه الاكس؟ ما عنديش غير الفريكشن 0.5 ان، فنزل زي ما هو. طب بيساوي ام في الاي جي اكس، انا فارض الام في الاي ناحيه اليمين، الماس بتاعتي بتساوي 20 في الاي، فدي كده تبقى اول معادله بالنسبه لي. طب المعادله الثانيه سيجما اف واي بتساوي ام في الاي جي واي، وانا فارض اللي فوق هو البسط، فيبقى عندي فوق ان ده بالموجب، تحت عندي الوزن اللي هو 20.9 فعشان كده خد اشاره سالبه. بيساوي الاكسلريشن في اتجاه الواي، ما عنديش اكسلريشن في الواي فعشان كده الكلام ده بيساوي 0. طبعا من المعادله دي هعرف اطلع الان، اطلع لي 196، هروح بالان اللي انا جبتها دي اعوض بيها في المعادله رقم 1، هطلع الاكسلريشن بتاعت السي جي بتاعتي بتساوي 4.9. كده انا طلعت الاكسلريشن بتاعت الجي او الاو اللي هو عايزها في المساله. طيب بعد كده عايز اجيب المومنت حوالين الجي، نقطه جي هنا هي نقطه الاو يعني. طب سيجما المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الفا، وهفرض ان الكلوك وايز هو البوست. طب عايز اخد المومنت عند الجي، طبعا الان راحت، الوزن راح، ال 0.5 ان ده هيتضرب في الراديوس بتاعي اللي هو 4 اهو، بس ده هيعمل لي مومنت بالدايركشن ده اللي هو هيبقى عكس عقارب الساعه، وانا فارض اللي مع عقارب الساعه هو الموجب، فعشان كده حطيته باشاره سالبه. طب ايه تاني؟ الكابل مومنت ده بينزل زي ما هو في المعادله، هو هنا مع عقارب الساعة يعني في الاتجاه الموجب اللي انا فرضه، فعشان كده حطيته ب 100 زي ما هو. بتساوي الاي جي، طب الاي جي هو مديني في المسألة الكي ب 300 مل يعني 3 من 10 متر، واحنا قلنا لما يديني الكي جي يبقى الاي عبارة عن ام كي سكوير، الماس بتاعتي ب 20، الكي ب 3 من 10 تربيع، كل ده مضروب في الالفا، والاي جي في الالفا نزلت بوستيف لان انا فرضها هنا برضه مع عقارب الساعة. هنعوض هنطلع الالفا بتاعتي بتساوي كام؟ يبقى انا كده طلعت الالفا وطلعت الاكسلريشن بتاعت السي جي بتاعتي بتساوي كام. السؤال اللي بعد كده، يبقى احنا كده خدنا نوعين من المسائل، مساله قال لي صريحه ان هي بتعمل رولينج وزاوت سليبنج، ومساله قال لي صريحه ان هي بتعمل رولينج وزاوت سليبنج. المساله اللي قدامنا دي ما قاليش نوع الحركه ايه، يعني تعال نقراها كده. بيقول لي ذا بول هاز ا ماس اوف 100 كيلوجرام اند ا ريدس اوف جيريشن كي جي ايكوال 0.3 متر. اف ذا كوفيشنز اوف ستاتيك اند كاينتيك فريكشن at A R ميو اس بتساوي 0.2 وميو كي بتساوي 0.15، وهنعرف الاثنين هنستخدمهم في ايه دلوقتي. بيقول لي determine the angular acceleration of the spool if B equal 600 نيوتن. يبقى المسالتين اللي فاتوا كان محدد لي نوع الحركه سواء رولينج ويز سليبنج او رولينج ويزاوت سليبنج. المشكله في المساله دي ما قاليش نوع الحركه ايه. خلاص تعالوا نرسم الفري بادي دايجرام. انا عندي اول حاجه الاكسترنال فورس اللي هي 600، عندي الوزن اللي هو يبقى 980 100 في 9.8 من 10، عندي الان وعندي الفريكشن. طب الفريكشن هنا افرضها ازاي؟ لا افرضها براحتك اي حاجه، انت ما تعرفش نوع الحركه اصلا. طيب عندي الكاينتيك دايجرام، هنفرض الاي جي في الفا، فانا فرضها هنا اهو
مع قارب الساعة، وهنفرض الام في الاي، او هنفرض الاكسلريشن بتاعت السي جي. طب الاكسلريشن بتاعت السي جي انا ما اعرفش هي رولينج ويز ستيبنج ولا رولينج ويز ستيبنج، فما اعرفش قيمتها بتساوي ايه. بس اللي احنا اتفقنا عليه ان ايا كان هي رولينج ويز ستيبنج او رولينج ويز ستيبنج، لازم الاكسلريشن بتاعت السي جي مالها تبقى موازيه للسطح. فالسطح بتاعي هنا افقي اهو، يبقى لازم الاكسلريشن بتاعتي تبقى في الاتجاه الافقي بس، ما عنديش اكسلريشن في اتجاه الراس. طيب بعد ما رسمت نبتدي نطبق المعادلات. فاول معادله عندي هي سيجما اف اكس تساوي ام في الاي جي اكس، وهفرض الاتجاه ده هو الموجب بتاعي. جميل، ايه الفرض اللي عندي في اتجاه الاكس؟ عندي ال 600 ده في الاتجاه الموجب، وعندي الاف ده في الاتجاه السالب، فيبقى عندي 600 ناقص اف، ده هيساوي الماس بتاعت الديسك بتاعي ب 100 في الـ A، والـ M في الـ A دي أنا فرضها هنا ناحية اليمين، فعشان كده اتحط بإشارة موجبة. طيب المعادلة التانية معادلة الـ Y، سيجما اف واي بتساوي M في الـ A جي واي. طب الاتجاه اللي أنا هفرضه، هفرض اللي لفوق هو الموجب، فيبقى عندي إيه؟ يبقى عندي الـ N ناقص الوزن ناقص 980، يبقى N ناقص 980 بتساوي M في الـ A جي واي، والـ A جي واي عندي بزيرو، يبقى أنا عندي الـ N بتساوي 980 نيوتن. طب المعادلة الأخيرة معادلة المومنت، إن سيجما المومنت عند الجي بيساوي أي جي في الألفا. طب المومنت عند الجي طبعا الإن والوزن دول خلاص راحوا، هيتبقى لي إيه؟ هيتبقى لي ال 600 في الراديوس الصغير، الراديوس الصغير هنا هو مدوني ب 250 مللي، اللي هو يبقى 0.25، يبقى 600 في 0.25. طب ده كده هيعمل لي مومنت مع عقارب الساعة اللي هو الاتجاه الموجب اللي أنا فرضه هنا، عشان كده نزل بإشارة موجبة. طب الاف، الاف هتتضرب في الراديوس الكبير اللي هو هيبقى 4/10، يبقى اف في 4/10، والعزم ده برضو مع قارب الساعة، فيبقى بإشارة موجبة اف في 0.4، ده هيساوي الاي جي في الالفا هنا مع قارب الساعة، فنزلت بإشارة موجبة. طب الاي جي بتساوي ايه؟ ام كي سكوير اللي هي تبقى 100 في ال 0.3 سكوير، كل ده مضروب في الالفا. جميل، هتقابلني هنا بقى ايه؟ هتقابلني مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان انا عندي ثلاث مجاهيل اف و A والفا في معادلتين بس، وده طبيعي لان المساله دي مش هتتحل الا لو عرفت نوع الحركه بتاعه الديسك ده بيساوي ايه. طيب هنا مش قايل لي نوع الحركه، فلازم انا اعمل ايه؟ لازم افرض نوع للحركه. ففي المسائل اللي من النوع ده اول حاجه بيبقى فرضي ان انا باسيوم ان هي بتعمل رولينج وزاوت سليبنج. طيب لما اعمل رولينج وزاوت ستيبنج ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكسلريشن بتاعتي بتاعت السي جي عباره عن الالفا في الار، الالفا في الار، الار هنا هي المسافه اللي ما بين الجي والسطح اللي هو الريدس الكبير بتاعي، فيبقى الاي عباره عن الالفا في الريدس الكبير اللي هو 0.4. هشيل بقى الاي من المعادله دي واحط مكانها 4/10 الفا، واحل المعادله رقم واحد بالمعادله رقم اتنين، فهيطلع لي الالفا بتاعتي بتساوي كام؟ وهيطلع لي الاف بتاعتي بتساوي كام؟ هنا طلع لي الالفا ب 15.6 راد بير سكند سكوير، وطلع لي الاف بسالب 24. يعني ايه؟ يعني الاف في الاصل كان المفروض اتجاهها هيبقى كده. طب اعمل ايه؟ ما اعملش اي حاجه، سيبها زي ما هي. جميل، انت عملت اسامبشن، افترضت افتراض، لازم بقى تروح تتشيك تشوف الفرض بتاعك ده صح ولا غلط. طب التشيك ده بنعمله ازاي؟ بنروح نحسب حاجه اسمها الاف ماكسيموم. الاف ماكسيموم دي هي الماكسيمم فريكشن فورس، بتساوي ايه؟ بتساوي ميو اس في الان. فين الميو اس؟ اهي دي لسه ما استخدمناهاش، اللي هي ب2/10. طيب فين الان اللي انت جبتها من المعادله دي ب 980؟ اهي، وتضربهم في بعض فطلع لك الاف ماكسيمم ب 196. طيب قدامك حاجه من الاثنين، يا قيمه الفريكشن اللي انت طلعتها من هنا تطلع اقل من او تساوي الاف ماكسيمم، ساعتها فعلا يبقى الفرض بتاعك صح ان انا بعمل رولينج وزاوت سليبنج، يا اما يطلع الفريكشن اللي انت طلعته ده اكبر من الاف ماكسيمم. منطقيا ما ينفعش فريكشن فورس قيمتها تبقى اكبر من الاف ماكسيمم، والا ما كناش سميناها اف ماكسيمم، سميناها اف ماكسيمم لان ما ينفعش فورس للفريكشن تبقى اعلى منها. طب معنى ان الفورس بتاعتك اللي انت جبتها من هنا طلعت اعلى من الاف ماكسيمم، معناه ان فرضك اساسا ان هي بتعمل رولينج وزاوت سليبنج ده غلط. يبقى انا بروح احسب الفريكشن من المعادلات، وبروح احسب الاف ماكسيمم من العلاقه اللي بتقول لي ان الاف ماكسيمم بتساوي ميو اس في الان، واقارنهم ببعض. والله لو طلعت الفريكشن بتاعتي اقل من الاف ماكسيمم، يبقى فعلا هي بتعمل رولينج وزاوت ستيبنج والمساله بتاعتي خلصت. طب تعالوا نشوف، انا طلع لي الفريكشن هنا
ب 24، سيبك من الاشاره السالبه احنا بنشوف قيمتها، وطلع لي الاف ماكسيمم 196. طالما الفريكشن اقل من الاف ماكسيمم يبقى الفرد بتاعي صح، ويبقى المساله بتاعتي خلصت. طب لو في مساله تانية طلع لي ان الفريكشن اكبر من الاف ماكسيمم، اقول لا يبقى الفرد بتاعي غلط. طالما الفرد بتاعي غلط يعني المساله او الرد بتاعي او الديسك بتاعي بيعمل رولينج ويز سليبنج. طب هتفرق معايا ايه؟ في حاله الرولينج ويز سليبنج الفريكشن فورس بتساوي ميو كي في الان. الفريكشن فورس بتساوي ميو كي في الان. طب انا معايا معادله الان دي مش هتتغير، بتساوي 980، والميو كي انا مديها لك ب 15 من 100، فتروح تقول لي على طول يبقى الفريكشن هيساوي ال 15 من 100 في ال 980 وتعوض بيها مره هنا تجيب لي الاي بتساوي كام، وتعوض بيها مره هنا تجيب لي الالفا بتساوي كام. بس خلي بالك وانت بتعوض، تعوض بالاشاره اللي طلعت لك. يعني ايه الاشاره اللي طلعت لك؟ يعني انت الفريكشن هنا طلعت لك بسالب، فانت كده تاكدت خلاص ان الفريكشن ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال. بس انت لما جيت تعوض بيها هنا انت عوضت من الاف ناحيه الشمال، يبقى لما تيجي تشيل الفريكشن وتعوض عنها بميو كي في الان تعوض عنها باشاره سالبه، ولما تيجي تشيل هنا الفريكشن وتعوض بميو كي في الان تعوض عنها باشاره سالبه. تمام. طيب شوف مساله كمان، بيقول لي ذا 30 كيلو جرام يونيفورم سلندر رود اي بي ريستس اون ذا بوزيشن شون وين ذا كابل مومنت اوف ام ايكوال 150 نيوتن متر is applied determines the initial angular acceleration of the rod neglect the mass of the roller. انا عندي هنا رود اهو في تو رولرز A و B، ال A بيتحرك راسي وال B بيتحرك افقي، وكان ساكن ما بيتحركش، والجمله دي هتفيدنا كمان شويه هنشوف هتفيدنا في ايه، ان هو كان اتريست. طيب لما كان اتريست ايه اللي حصل؟ ابتدى يتاثر عليه بكابل مومنت بالمنظر ده مع عقارب الساعه بيساوي 150 نيوتن متر، فايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يتحرك، لسه ما اتحركش، هيبتدي يتحرك. فانا عايز اعرف وهو هيبتدي يتحرك هيتحرك بانجولار اكسلريشن بتساوي كام؟ ديترماين ذا انيشال انجولار اكسلريشن اوف ذا رود، عايز الالفا انيشال بتاعتي بتساوي كام؟ طب جميل، هنبتدي نرسم الفري بادي دياجرام والكينيتيك دياجرام. الفري بادي دياجرام انا عندي الوزن بالام في الجي 30 في 9.8، عندي الكابل مومنت اللي انا حطيته ده اللي هو 150 نزل زي ما هو، وعندي ردود الافعال عند البي وعند الاي. طيب هنا الرولر بيتحرك راسي، يبقى النورمال رياكشن عمودي على اتجاه الحركه، فانا بتحرك راسي يبقى الان ايه افقي بالمنظر ده، يمين او شمال مش فارقه معايا. طب البي هنا بيتحرك افقي، لازم النورمال رياكشن عمودي على الحركه، يبقى الان بي اهو. طب برضه فوق ولا تحت مش فارقه معايا. بعد كده نرسم الكاينيتيك دايجرام العادي بقى الجنرال بتاعنا. انا عندي هنا ام في الاي جي اكس اكسلريشن في اتجاه الاكس، عندي هنا ام اي جي واي اكسلريشن في اتجاه الواي، عندي اي جي في الفا، وانا هنا فرضه عكس عقارب الساعه، فرض بالنسبه لك فرضه زي ما انت عايز. طيب نبتدي بقى نطبق المعادلات. اول معادله سيجما اف اكس بتساوي ام في الاي جي اكس فرض الاتجاه الموجب ناحيه اليمين، فالفورز اللي عندي في اتجاه الاكس ما عنديش غير الان ايه بتساوي ام في الاي جي اكس هنا في الاتجاه الموجب، فعشان كده اتحط باشاره موجب. الماس بتاعتي ب 30 في الاي جي اكس بتاعتي اهي. طيب المعادله الثانيه سيجما اف واي بتساوي ام في الاي جي واي، برضه هفرض ده هو الموجب بتاعي، فيبقى عندي ان بي ناقص 30 في 9.8 اهو، ان بي ناقص 30 في 9.8 بيساوي ام اللي هي ب 30 في الاي جي واي، ده انا فرضها هنا في الاتجاه الموجب اهو، فعشان كده حطيتها باشاره موجب. المعادله الاخيره سمشن المومنت عند الجي بيساوي اي جي في الالفا، فهروح احسب المومنت عند الجي. طبعا اول حاجه الكابل مومنت ده هينزل في معادله المومنت بشرط، انا هنا فرض العكس عقارب الساعه هو الموجب وده مع عقارب الساعه، فعشان كده حطيته باشاره سالبه. طيب طبعا الان بي والوزن خلاص، هيبقى عندي الان ايه مضروب في المسافه اللي ما بينه وبين الجي اللي هي هنا مدهاني في المساله ب 75 من 100، يبقى ان ايه في 75 من 100. طيب ده هيعمل لي مومنت بالمنظر ده، المومنت ده مع عقارب الساعه، عشان كده حطيت هنا اشاره سالبه. ده بيساوي اي جي في الفا، والاي جي في الفا هنا اهو انت كلوك وايز عكس عقارب الساعه، فعشان كده اتحطت باشاره موجب. اي جي في حاله الرد بواحد على 12 ام ال سكوير، واحد على 12 الماس بتاعتي ب 30 في طول الرد اللي هو يبقى 1.5 تربيع مضروب في الالفا. برضه قابلني ثلاث معادلات في مجهول كتير بقى، ايه هما؟ ال ان اي ادي واحد، ال ان بي ده اتنين، ال اي جي اكس ادي تلاته، الاي جي واي ادي اربعه،
والالفا ادي 5، ثلاث معادلات في 5 مجال. طيب ايه اللي انا اقدر اتحكم فيهم وايه اللي ما اقدرش اتحكم فيهم؟ ال ان اي وال ان بي دي رياكشنز اكسترنال فورسز، ما اقدرش اعمل فيهم حاجه. انما الاي جي اكس والاي جي واي والالفا دول غصب عني لازم انزلهم لمجهول واحد بس عشان يبقى معايا ال ان اي وان بي، ومجهول من ضمن الثلاثه دول يبقوا 3 مجاهيل في 3 معادلات اقدر احلهم. فبنبتدي نعمل ده ازاي؟ بنبتدي نفكر بالكاينماتكس. ايه الكاينماتكس؟ اللي هي معادله الاكسلريشن اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب انا عندي عارف اتجاه الحركه بتاعت الاي وبتاعت البي، فابتدي اطبق المعادله دي بين النقطتين اللي انا عارف اتجاه الحركه بتاعتهم. فيبقى عندي اي اي بتساوي اي بي بلس الفا كروس ار ماينس اوميجا سكوير ار. طب نعوض، الاي تتحرك راسي عشان كده حطيت اي اي في اتجاه الجي، فوق او لتحت مش فارقه معايا، المهم انها تتحرك في اتجاه الجي. طب البي، البي بتتحرك افقي وبالتالي الاي هحطها الاي بي في اتجاه الاي بس. طب الالفا، الالفا لازم تحط الدايركشن بتاعها زي ما انت فرضتها على رسمه الكاينيتك دياجرام. لو رجعنا للسلايد اللي فاتت هلاقيها ان انا فرضها عكس عقارب الساعه، واحنا قلنا لو انا بحط الالفا او لو اتجاه الالفا عكس عقارب الساعه تبقى في اتجاه البوست في كي. طب لو انا كنت فرضها مع عقارب الساعه احطها في اتجاه النيجاتيف الفا كي، لازم احطها بنفس الاتجاهات اللي انا فرضتها. طيب كروس ار اي سلاش بي، ار اي سلاش بي اتفقنا ده فيكتور رايح من البي لحد الاي، فلاقي ان انا هطلع لفوق يعني في اتجاه الجي مسافه 1.5، يديني 1.5 جي. طيب نساوي، هنا انا عندي الايكويشن في الاي والجي. تعالوا نبص على الجي، انا عندي ان الجي من الطرف الشمال اي اي، طب الطرف اليمين هنا مفيش جي، وكي كروس جي ده يديني نيجاتيف اي، فيطلع لي ان الاي اي بتساوي زيرو لان مفيش اصلا جي في الطرف اليمين. طب هتقول لي طب الترم ده راح فين؟ هقول لك بقى الفكره اللي احنا قلناها في الاول دي خالص. قلت لك خلي بالك من جمله ان الاي بي ريست ان ذا بوزيشن شو، ريست يعني ايه؟ يعني ما كانش بيتحرك، هو لما طبقت عليه الكابل منتهى هيبتدي يتحرك، يعني لسه ما ابتداش، وبالتالي الاوميجا في الحاله دي بتساوي زيرو لانه كان اترست. يبقى ده كله كده الترم ده كله اتصفر خلاص. فانا من الايكويشن دي قدرت اطلع ان الاي اي بتاعتي بتساوي زيرو. طب هو انا اصلا يهمني الاي اي في حاجه؟ لا خالص، انا كل ده كنت عامله عشان اجيب علاقه ما بين الاي جي اكس والاي جي واي والالفا. فنروح نطبق نفس المعادله تاني ما بين الاي جي والاي اي. طب اشمعنى الاي اي؟ لان انا خلاص عرفتها بتساوي كام، يعني لو انا كان في مساله تانيه وقدرت اجيب الاي دي مش الاي اي، هطبق الايكويشن دي ما بين الجي والبي. فيبقى عندي اي جي بتساوي اي اي بلس الفا كروس ار ماينس اوميجا سكوير ار، لسه الترم ده بزيرو لانه نفس الجسم. طب الاي جي هنرجع للرسم، هنلاقيني فارض اي جي اكس في الاتجاه البوست بتاع الاي واي جي واي في الاتجاه البوست بتاع الجي، عشان كده حطيتهم الاثنين باشارات موجبه. بيساوي اي اي انا طلعتها بزيرو اهو، الفا الفا كي زي ما هي، ار جي سلاش اي ده فيكتور من الاي للجي، من الاي للجي هلاقي ان انا نزلت نص طول الرد يعني سالب 75/100 جي. برضو هنساوي الايكويشن بتاعت الاي والايكويشن بتاعت الجي. في الاي الطرف الشمال ما عنديش غير الاي جي اكس، طب الطرف اليمين ما عنديش، عندي هنا ده زيرو، عندي هنا الفا كي لما اضربها في الجي كي كروس جي بنيجاتيف اي، وفي هنا اصلا نيجاتيف تديني بوزيتيف 0.75 الفا. طب الجي ايكويشن من الطرف الشمال عندي الاي جي واي اهي، طب الطرف اليمين مفيش، هنا زيرو وهنا كي كروس جي بنيجاتيف اي، فيطلع لي ان الاي جي واي بتساوي زيرو. يبقى انا قدرت اطلع الاي جي واي بتساوي زيرو، قدرت اطلع الاي جي اكس 75/100 الفا، يبقى انا كده بدل ما كان عندي مجهول اسمه اي جي اكس لوحده، مجهول اسمه اي جي واي لوحده، الفا لوحده، لا انا طلعت الاي جي واي بتاعتي بتساوي زيرو، فده خلاص كده راح، وطلعت الاي جي اكس بدلاله الالفا. فلو رجعنا للسلايد اللي فاتت هلاقي ان انا الثلاث معادلات بتوعي بقوا في 3 مجاهيل بس، ان اي ان بي الالفا، لو حليتهم مع بعض هقدر اطلع الالفا بتاعتي بتساوي كام. فطلعت لي ان الالفا بنيجاتيف 6.67 راد بير سكند سكوير. سالب يعني ايه؟ يعني المفروض الدايركشن الصح بتاعها يبقى عكس ما انا فارض، انا كنت فارض وعكس عقارب الساعه، لا هو مع عقارب الساعه. يبقى انا كده قدرت اجيب الالفا بكام؟ لو طالب الرياكشنز بتاعتي هقوم حاطط الرياكشنز بتاعتي او معوض يعني في المعادلتين التانيين، واطلع ال ان اي بتاعتي بتساوي كام؟ واطلع ال ان بي بتاعتي بتساوي كام؟ طبعا هنا ما ادانيش فريكشن، لو اداني فريكشن فكنت هحط كمان نورمال رياكشن اوف فريكشن عند الاي ونورمال رياكشن اوف فريكشن عند البي، اشوف بقى الحركه ازاي واحط الفورس بتاعتي عكسها،
فهيتزود معايا بس الفريكشن فورس بتاعتي، هو هيبقى مديني النيو، فالفريكشن هتساوي نيو في الان، فهيبقى برضو هيفضل نفس المجهولين هما ال ان ايه وال ان بي. كده احنا خلصنا السكشن، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.